على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم مع تواصلي هذه التحديات وتواصلي هذه الانطلاقات في هذا المساء الجميل، مساء الرموز ومساء تحديات سن الجذاع، سن الإبداع والإمتاع، اللي ننطلق في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، المقام في إمارة رأس الخيمة في ميدان السوان، هناك مع بنسخته التاسعة، لننطلق على بركة الله أيضا بدعم كبير وبدعم وفير من هجن الرئاسة الذي يقدم التسعيرات الكبيرة، يقدم التسعيرات المستمرة. لننطلق نحن وإياكم يا من تتابعون عبر قنوات ياس الناقلة لهذه الأحداث عبر البث الحي والمباشر أيضا هذه التحديات الكبيرة، وانطلاقة شوط جديد، شوطنا السادس أعلنت انطلاقته قبل لحظات، شوط وخاص بال قعدان الجذاع المهجنات، 6 كيلومترات تنتظر هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة والقوية، لأنطلق بمقدمة الشوط لأتابع الأسماء لأتابع الشعارات. أول هذه الأسماء وأول الشعارات المسيطر على مقدمة الشوط والمنطلق بكل قوة، انطلاقة وحضور شاهين محمد بالصيد بن علي الوهيبي على المركز الأول، بينما الدور دور اللي على المركز الثاني اللي أتابع منذر محمد بن سهيل بن خير الإعفاري يتقدم وينذر الجميع بهذا الحضور على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادم والحاضر هو صايف، وصل المجازف وشعاره محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الرابع أتابع انطلاقة البدع عبد الله بن سعيد بن معضد النيادي يتقدم ويندفع على المركز الرابع، بينما اللي على المركز الخامس انطلاقة ووصول النادر منصور بن علي بالخصم الاكتبي يتقدم وينطلق على المركز الخامس. المركز السادس أتابع شعار بن كليب القادم والمنضم لخضم هذه المعركة الكبيرة، يتقدم مع أبو الأبيض سيف بن علي بن راشد بن كليب ينطلق على المركز السادس، بينما اللي بالمركز السابع وتابع انطلاقة وحضور هناك كونتينيو محمد بن حمود بن ياسر الجحافي يقدم لنا كونتينيو على المركز السابع. المركز الثامن وتابع حضور فجاج على المركز الثامن، ومحمد بن أحمد بن مانع بودواس العامر يتقدم بشعاره ينطلق على المركز الثامن. المركز التاسع شايم على المركز التاسع ناصر بن حمد بن ساعد الدرعي، والمركز العاشر انطلاقة وحضور من الصيرمي وخالد المر بن حلوة، ولكن تقدم وانطلق هنا في هذه اللحظات مدلل عبيد بن هلال بن مبارك الإعفاري يتقدم. هذه الأسماء الحاضرة، هذه التحديات القادمة على المراكز العشر الأولى المسموح لها بالنداء. عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا
إلى صدارة شوط إلى الوهيبي وشعاره المقدم لنا شاهين محمد بالصغير بن علي الوهيبي ينطلق منذ بداية شوط يتجاوز لائحة الاثنين كيلو مترات 2000 متر هي ما تبقى يا بالصغير يا الوهيبي المجازف على المركز الثاني يتقدم بانطلاقة وبحضور صايب على المركز الثاني وهو صايب للهدف حتى هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون الميري والمركز الثالث شعار بالخصم ومنصور بن علي بالخصم الاكتبي يتقدم بالنادر بن كريب ينضم ويتدخل في هذه اللحظات يتجاوز إلى ثالث التحديات ينطلق بانطلاقة شعاره الكبير والمميز بول أبيض وسيف بن علي بن راشد بن كريب كونتينيو يتجاوز في هذه اللحظات ينطلق بشعار الجحافي ويندفع بهذا الاسم المميز يتقدم وينطلق يصل في هذه اللحظات وأيضا القادم فجاج محمد بن أحمد بن مانع بودواز العامر وعطون اللي تجاوز من الجانب الأيمن هناك انطلق وبكل قوة شايم ناصر بن حمد بن ساعد الدرعي يتجاوز الأسماء وينطلق على المركز الثاني شعار بن رشيد يتقدم ويصل في هذه الأثناء معه هناك صفيان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وشعفور قادم بشعاره يتدخل بهذا الانطلاق سعيد بن راشد العويسي انطلق بمستوى كبير ويتقدم هنا بانطلاقة وبحضور شعاره واندفاعات كفو سعيد بن راشد بن سعيد العويسي شعفور ينضم ويتدخل انضمت الأسماء اقتربت الشعارات ياهي معركة ياهي معركة ياهو عراق ياهو عراق من أجل الفوز من أجل الناموس من أجل الانتصار التنافس شريف المستوى كبير 800 متر أخيرة انطلق بالصغير اندفع المقدمة ولكن شوف القادم شايم 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 ناصر بن حمد بن ساعد الدرعي وانطلاقة وحضور فجاج محمد بن أحمد بن مانع بودواس العامر يتقدم بهذا الانطلاق اندفع بهذا المستوى وصلت هذه الأسماء وتقدمت الشعارات وانطلق مدلل عبيد بن هلال بن مبارك العفاري يتقدم الأسماء ينطلقون أبناء المصانع الجنوبية ومدلل مدلل وفجاج فجاج ومدلل مدلل تجاوز الأسماء جاوزها مغير على صدارة شوط انطلق العفاري انطلق راعي مدلل مدلل يا عيني مدلل انطلق بصدارة الأسماء بمقدمة شوط راح بن هلال راح عبيد راح عبيد بن هلال بن مبارك العفاري خطف ناموس الشوط انطلقوا أبناء المصانع الجنوبية إن لم يكن فجاج ولأبناء المملكة كلام آخر ولكن خلاص 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 العفاري 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 مدلل مدلل سلامي عليك سلام سلامي على أبناء المصانع الجنوبية سلام عبيد بن هلال بن مبارك العفاري تالينا والناموس على هذا الفوز المركز الثاني فجاج محمد بن أحمد بن مانع أبو دواس العامر المركز الثالث مهدي مسعود بن سعيد بن سالم بن غصرة المركز الرابع انطلاقة شاهين ومحمد بن صغير بن علي الوهيبي المركز الخامس حوران خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي تانينا والناموس لجميع الفائزين العودة إلى الانطلاق الكبير إلى الاندفاع المميز إلى مدلل ووصوله الكبير عبيد بن هلال بن مبارك العفاري خاطب الناموس الشوط تستاهل الناموس يا راعي مدلل تستاهل الناموس يا العفاري فجاج قدم هناك مستوى وتنافس كبير على المركز الثاني بشعار أبو مانع ولكن التوقيت الزمني هنا 9:16 سبع أجزاء من الثانية هو توقيت مدلل عبيد بن هلال بن مبارك العفاري تهانينا والناموس لك على هذا الفوز المركز الثاني فجاج وشعاره وتوقيته الزمني هناك محمد بن أحمد بو مانع بو جواس العامر توقيت الزمني 9 هناك 16:00 تسع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والمركز الثالث 9:17 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.